بسم الله الرحمن الرحيم. قرر مجلس إدارة مجموعة شركات الشرقاوي في جلسته الاستثنائية المنعقدة اليوم تنصيب السيد الأستاذ الدكتور مصطفى الشرقاوي رئيسا لمجلس إدارة مجموعة شركات الشرقاوي. ألف 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 مبروك يا رب. شكرا. Congratulations دكتور. Thank you. ألف ألف مبروك يا دكتور. شكرا يا دكتور. ألف مبروك يا باشا. شكرا يا فندم. شكرا يا دكتور. مبروك يا فندم. شكرا يا أستاذ فوزي. شكرا. ألف مبروك يا دكتور. شكرا جدا.